بلغة السلاح تودع إيران عام 2014 وترسل برسائلها العسكرية والسياسية. طوال الأيام الستة الماضية استعرضت إيران ترسانتها العسكرية في مناورات يقول العسكر هنا إنها حققت جميع أهدافها وأن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر. لقد حققت المناورات جميع أهدافها وبات الجيش الإيراني قادرا على استخدام جميع أنواع الأسلحة. هذا مكن إيران من توسيع نفوذها وتواجدها في أي نقطة في البحار. في المناورات اختبر الإيرانيون طائرة انتحارية من دون طيار وصواريخ مضادة للدروع وأخرى للبوارج الحربية ومنظومات صاروخية متوسطة المدى. يقول العسكريون إنهم حذروا بوارج غربية للخروج من ميدان المناورات ويضيفون أن جزءا من عملياتهم وصل إلى باب المندب. في التحليل يبدو أن هدف المناورات قد تجاوز الاستعداد العسكري. كل هذه ممكن أن تكون في خدمة محور التصدي للإرهاب في المنطقة، وهذه ستنقل بصورة سلسة إلى القيادات الميدانية في هذا المحور إن كان في العراق أو في سوريا أو في مكان آخر. تناولت الصحافة الإيرانية المناورات في بعدها الإقليمي وحللت أن لا حلول إقليمية من دون دور رئيسي لإيران، حتى ألمحت إلى أن إيران تتطلع إلى نفوذ أبعد من باب المندب. لعل إيران أرادت من استعراض قدرتها العسكرية القولة إن تحالفها الإقليمي ضد تنظيم الدولة قد بدأ، وربما يشهد الميدان في سوريا والعراق تصعيدا عسكريا أكبر في الأيام المقبلة. عبدالهادي طاهر، الجزيرة، طهران. بلغة السلاح تودع إيران عام 2014 وترسل برسائلها العسكرية والسياسية. طوال الأيام الستة الماضية استعرضت إيران ترسانتها العسكرية في مناورات يقول العسكر هنا إنها حققت جميع أهدافها وأن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر. لقد حققت المناورات جميع أهدافها وبات الجيش الإيراني قادرا على استخدام جميع أنواع الأسلحة. هذا مكن إيران من توسيع نفوذها وتواجدها في أي نقطة في البحار. في المناورات اختبر الإيرانيون طائرة انتحارية من دون طيار وصواريخ مضادة للدروع وأخرى للبوارج الحربية ومنظومات صاروخية متوسطة المدى. يقول العسكريون إنهم حذروا بوارج غربية للخروج من ميدان المناورات ويضيفون أن جزءا من عملياتهم وصل إلى باب المندب. في التحليل يبدو أن هدف المناورات قد تجاوز الاستعداد العسكري. كل هذه ممكن أن تكون في خدمة محور التصدي للإرهاب في المنطقة، وهذه ستنقل بصورة سلسة إلى القيادات الميدانية في هذا المحور إن كان في العراق أو في سوريا أو في مكان آخر. تناولت الصحافة الإيرانية المناورات